احتفل العالم مؤخرا باليوم العالمي للتسامح، والأردن إذ يشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة ليمثلوا نموذجا فريدا في المنطقة والعالم للتسامح والوئام والمحبة بين أبناء الوطن الواحد. وبهذه المناسبة كان لنورسات اتصال مع الأب عماد علامات أمين عام مطرنية اللاتين في عمان، أجرته الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية في الأردن والأراضي المقدسة. أبونا نحن شاكرين لك هذا الاتصال، مع أنه أنت عندكم رياضة روحية الآن فأخذنا من وقتك، لكن للحديث عن موضوع احتفلنا بيوم 16 شهر باليوم العالمي للتسامح، وأنت تعرف أن الأردن نموذج في موضوع التسامح والوئام بين الأفراد، وأيضا الحكومة وجلالة الملك عبد الله مهتمين بهذا الأمر بخصوص موضوع التسامح بالرسائل اللي أصدرها ورسالة عمان وأسبوع الوئام بين الأديان اللي بنحتفل فيه بشهر 2، فتخبرنا كيف إحنا بالأردن بنستقبل هذا اليوم أيضا. صباح الخير للجميع، للمستمعين ولفريق النورسات بالأردن. صباح النور. يعني في ظل الموجات العالمية اللي فيها فيها تنامي في الفكر المتطرف والاستقطابات وانتهاك كرامة الإنسان، بيجي اليوم العالمي للتسامح لتذكير الإنسان إنه ثقافة اللقاء ممكنة، وإنه الاختلاف بيصب في إطار الاختناء المتبادل. نعم. الحاجة اليوم في كل هاي الظروف اللي العالم بعيشها إلى وعي مجتمعي للأبعاد الروحية والقيمية. نعم. المجتمعات صارت بحاجة لهالأبعاد أكثر، وبعتقد أن دور المؤسسات الدينية يجب أن يسهم في أنثنة الخطاب الديني. اليوم في معاناة إنسانية كبيرة، وأنثنة الخطاب الديني تسهم في تعزيز ثقافة اللقاء. نعم. لأن كل المجتمعات بتعاني من افتقار لهذه القيم، وكمان إحنا مجتمعنا بمر ببعض الصعوبات، إلا أنه الخبرة الأردنية فيها إمكانية أن تتعدى الافتقار القيمي. ليش؟ لأنه السلم المجتمعي والسلم الاجتماعي بين أتباع الديانات له إرث جميل في بلدنا، والمبادرات الأردنية الرسمية بتصب في هذا الإطار. نعم. شو الرسالة اللي احنا ممكن نوجهها في هذا اليوم أو بهذه المناسبة؟ إنه كلنا مدعوين في مجتمعنا لتعظيم قيم اللقاء والاحترام والتسامي، اللي بالضرورة بيقود إلى قبول الآخر كما هو. وهون بظل الظروف الصعبة للإنسان اليوم في مجتمعاتنا بيعيشها من ألم، وأنا بذكر في مقولة لعالم اجتماع فرنسي اسمه إيمانويل ليفيناس، بيحكي إنه الألم بيوحد. وإذا اليوم في تعظيم للاختلافات، اليوم ألام الناس بتجمعنا إنه نلتقي بالجديد. كل ما البشر اقتربوا من عالم الألم، كل ما قيم الود والتسامح والقبول بتزيد أكثر، وبصير في تسامي في المجتمع. بعتقد هاي الرسالة الأهم في الظروف الصحية اللي بتعيشها المجتمعات، إنه نتسامى عن طريق الالتقاء مع بألم الآخرين. جميل. شكرا لك يا أبونا على هذا التوضيح وهذه الرسالة الرائعة اللي احنا بنتمنى كمان جميعنا إنه نتبناها في أنسنة، مثل ما حكيت، هذا الألم اللي عم بيجمعنا، ظروف كورونا كمان اللي جعلت كل العالم يتعرض لمشكلة واحدة ويتعاضد لحل هذه المشكلة.
فاليوم العالمي للتسامح بنتمنى أبونا وأنتوا بالرياضة الروحية إنه نصلي صلاة كمان خاصة في هذا لهذا لهاي الرسالة لربنا يطرح الوئام ويطرح التسامح بين الجميع بين النفوس طبعا بمعونة ربنا. شكرا لك يا أبونا وإن شاء الله ربنا يحط السلام بالقلوب حتى يصير السلام في المجتمعات. هاي الدعاء اليوم من القلب من رياضتنا الروحية. شكرا لك يا أبونا ورياضة أهلاً. موفقة وناجحة إن شاء الله. شكرا سلام للجميع. الله معك. باي باي. أهلاً.